مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي ما وراء الخبر. تحت شعار الاصلاح والتطور ولاول مره في تاريخ الجمهوريه، اقامت وزاره الاعلام المكلفه بالبريد والاتصالات بتنظيم النسخه الاولى من اليوم الوطني للصحافه، وذلك في 31 من ديسمبر المنصرم برعايه معالي رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستضيف هذه الحلقة الزميل الإعلامي محمد عبد الله عمر. أهلا ومرحبا بك، ولكن قبل ذلك نتوقف قليلا مع هذا التقرير الموجز. رعى معالي رئيس الوزراء سيد عبد القادر كامل محمد في 31 من ديسمبر المنصرم في قصر الشعب حفل إحياء اليوم الوطني للصحافة تحت شعار الإصلاح والتطور. وجرت وقائع هذه المناسبة التي تنظم لأول مرة بحضور معالي وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات السيد رضوان عبد الله بهضون والعديد من أعضاء الحكومة، بالإضافة إلى كبار مسؤولي وزارة الإعلام ورئيسة اللجنة الوطنية للإعلام السيدة ألوفة عبدو إسماعيل. كما شارك في المناسبة أعضاء سلك الدبلوماسي المعتمد لدى بلادنا وشركاء التنمية وكوكبة من الصحفيين والإعلاميين العاملين في إذاعة والتلفزيون الجيبوتي وصحيفتي القرن والأمة ووكالة الأنباء الجيبوتية. هذا وشملت فعاليات هذه المناسبة إقامة معرض للصور الفوتوغرافية تعكس أحداث تاريخية هامة في جيبوتي منذ الاستقلال حتى يومنا هذا، بالإضافة إلى أجهزة ومعدات تعود للمراحل المختلفة التي مرت بها المؤسسات الإعلامية الوطنية، كما شهدت المناسبة فقرات فنية. وفي كلمة له بهذه المناسبة أشار رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد إلى أن هذه المناسبة ترمز إلى التقدم الديمقراطي في بلدنا والمكانة المهمة التي تحتلها الصحافة الوطنية في الحكم الديمقراطي، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه المناسبة تعد بمثابة فرصة لتبادل الخبرات في مهنة تتطور بسرعة فائقة مع التقنيات الحديثة للمعلومات والاتصالات. وتابع رئيس الوزراء قائلا إن الصحافة الحرة التي تحترم أخلاقيات وشرف المهنة هي رابط مهم في سيادة القانون، وإن القانون الخاص بالعاملين في الصحافة ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية الذي اعتمدته الحكومة في عام 2007 بقيادة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل مرجلي يعد قانونا مهما للغاية. من جانبه قال وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات إنه لمن دواعي سروري أن نرحب بكم في هذه المناسبة المكرسة لإحياء الدولة الأولى من اليوم الوطني للصحافة، وتعد هذه المناسبة الأولى من نوعها فرصة لتقييم تطور المشهد الإعلامي في بلادنا، إدراكا منها لأهمية وسائل الإعلام للديمقراطية والحرية والتنمية والسلام والتعليم والأمن. تؤكد وزارة الإعلام أن رئيس الجمهورية السيد إسماعيل مرجلي لم يدخر جهدا لضمان حرية الصحافة والتعبير من خلال تعزيز التنمية الكاملة لقطاع الإعلام والوسائل العاملة فيه حتى يصبح أكثر ديناميكية واحترافية. وعلى هامش الاحتفال باليوم الوطني للصحافة، قام فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل مرجلي بتفقد الأجنحة المختلفة للمعرض وطلع على مئات الصور والوثائق التاريخية التي ضمها المعرض والتي تجسد الأحداث التاريخية في بلادنا خلال عهد الاستعمار وفترة ما بعد الاستقلال وبناء الدولة الحديثة، وكذلك الأحداث البارزة خلال العقود الأخيرة التي شهدت جيبوتي فيها نقلة تنموية نوعية في كافة المجالات. كما تفقد رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة الجناح الخاص بالإعلام في هذا المعرض والذي ضم معروضات تجسد عمل وسائل الإعلام الوطنية المرئية والمسموعة والصحافة المكتوبة وكذلك الصحافة الإلكترونية. واختتمت المناسبة بمنح بطاقة الصحفي لمجموعة من الإعلاميين ومنتسبي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. أولا أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد، شكرا على تلبية هذه الدعوة. سؤالي الأول، حدثنا عن الفرق ما بين اليوم الوطني للصحافة واليوم العالمي للصحافة. شكرا لك زميل المجد المقبلي، وشكرا للمشاهدين الذين يتابعوننا عبر القناة الوطنية. طبعا اليوم العالمي للصحافة واليوم الدولي للصحافة هنالك وجه تشابه وهنالك يعني فروق بين اليومين. إذا ما نظرنا إلى اليوم العالمي للصحافة، هذا اليوم هو يوم اعتمدته الأمم المتحدة في العام 1993، ومنذ ذلك التاريخ العالم برمته من شرقه إلى غربه ومن جنوبه إلى شماله يحيي هذا اليوم العالمي للصحافة
وله يعني مسميات وأسماء عديدة. هناك مسمى اليوم العالمي للصحافة، هنالك اليوم الدولي للصحافة وحرية التعبير وما إلى ذلك. اعتماد هذا اليوم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة جاء بعد توصية موجهة إليها من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو في العام 1991. إذن الأمم المتحدة اعتمدت هذا اليوم بعد هذه التوصية بعامين تقريبا، ولذلك يتم الاحتفاء بهذا اليوم لأهداف عديدة. طبعا الأيام الأممية أو الأيام الدولية لكل يوم له أهدافه ومقاصده التي تسعى الأمم المتحدة إلى تحقيقها من وراء تنظيم فعاليات ومجموعة من الأنشطة المختلفة. بالنسبة لهذا اليوم، إذا نظرنا إلى اليوم العالمي للصحافة، الهدف الأبرز من يعني اعتماده هو إطلاع المواطنين في مختلف أنحاء العالم ما يتعرض له الإعلاميون سواء في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو حتى المقروءة من انتهاكات واعتداءات، وفيما يتعلق أيضا بالتذكير بأن هناك دول تمارس الرقابة على المنشورات وتفرض عليها غرامات وتعلق صدور الصحف وما إلى ذلك، وأيضا تغلق في بعض الأحيان دورا للنشر. فهذا اليوم هو يوم هام جدا للفت الانتباه إلى هذه الانتهاكات التي تتعرض لها الصحيفة، هذا من جانب. ومن جانب آخر هو يوم يعني مهم جدا من أجل تقييم التقدم الذي تحرزه الصحافة في مختلف مجالاتها عاما بعد عام. طبعا الآن هناك وسائل إعلام جديدة تسمى شبكات التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها، وتسمى الإعلام الجديد، وهي أيضا تلعب دورا كبيرا لا يقل عن الدور الذي تمارسه الصحافة التقليدية سواء الإذاعة أو التلفزيون أو الصحافة المرئية. اليوم العالمي ليس فقط للصحافة، ليس هدفه فقط هو يعني الوقوف عند هذه الانتهاكات، وإنما هو أيضا يوم يمثل فرصة لتشجيع الصحفيين على يعني المضي قدما في نقل الحقائق وتقديم الأخبار للسكان وللمواطنين، وكذلك تقييم التقدم الذي تحرزه حرية الصحافة على امتداد العالم. هذا اليوم الذي يسمى اليوم الدولي للصحافة هو أيضا مناسبة لتذكير الحكومات في مختلف أنحاء العالم بضرورة احترام التزاماتها المتعلقة بحرية الصحافة، وأيضا مناسبة لمهني وسائل الإعلام في مختلف أشكالها في قضيتي الحرية الصحافة وأخلاقيات المهنة. يعني بمعنى آخر أن هناك حرية للصحافة، ولكن هذه الحرية يجب أن تكون يعني مضبوطة بضوابط تسمى الأخلاقيات المهنية أو ميثاق الشرف الذي ينبغي أن لا يتخطاه الصحفي في أي حال من الأحوال. هذا فيما يتعلق باليوم الدولي للصحافة. أما اليوم الوطني للصحافة فهو شبيه لذلك اليوم، إلا أن فعالياته وأنشطته تقتصر على الصعيد الوطني وليست على الصعيد القاري أو الصعيد الدولي. لذلك جمهورية جيبوتي يعني ولأول مرة في تاريخها منذ استقلال البلاد عام 77 قررت تنظيم أو اعتماد يوم وطني للصحافة، فكانت النسخة الأولى منه في 31 من شهر ديسمبر الماضي من العام الماضي أيضا 2020، كما تابعنا وتابع الجمهور عبر شاشات التلفزة الوطنية وعبر الإذاعة أو الصحافة المرئية. هذا اليوم أيضا يهتم بوضع الصحفيين وبحقوقهم و كذلك بتوسيع نطاق حرية التعبير التي يعني يلج منها الصحفيون لكي ينقلوا الأخبار والمعلومات للجمهور في الصعيد الوطني أو على العالم برمته. إذن من جهة هناك تشابه بين اليومين، ومن جهة هنالك فروق، وهي أن اليوم الدولي يوم عالمي يعني أقرته الأمم المتحدة ليكون يوما للجميع، أما اليوم الوطني فعندما نضيف إليه كلمة يعني وطني فهو يكون ذو يعني طابع وطني لا يتعدى البلد الذي يحتفل فيه. لذلك جمهورية جيبوتي تحتفل باليوم الدولي للصحافة في وقته
وهو تقريبا الثالث من شهر مايو أيار من كل عام، وكذلك بدأت الآن بإطلاق اليوم الوطني للصحافة وللصحفيين. أستاذ محمد، ما هي أهم الفعاليات التي تميز بها اليوم الوطني للصحافة يعني في نسخته الأولى؟ طبعا هذا اليوم نظمته وزارة الإعلام المكلفة بالبريد والاتصالات، والتي يترأسها الوزير رضوان عبد الله بهدون، بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات، من بينها اللجنة الوطنية للإعلام المعروفة باختصارا بCNC، وهي اللجنة التي تتولى يعني حماية حقوق الصحفيين وحرية التعبير في جمهورية جيبوتي. فيما يتعلق بأبرز الأنشطة والفعاليات التي تميز بها هذا اليوم، رأينا أولا معرض الصور الفوتوغرافية التي تعكس أحداثا تاريخية هامة في جمهورية جيبوتي. طبعا الفعالية أقيمت في قصر الشعب في القاعة الكبرى، ولكن في المدخل كان هناك معرض أقيم على هامش هذه المناسبة. هذا المعرض ضم كما ذكرت الصور الفوتوغرافية التي تتناول أحداثا تاريخية هامة جدا في فترات سابقة، ربما سبقت ظهور التلفزيون. وكذلك أيضا المعرض ضم معدات تعود للمراحل المختلفة التي مرت بها الصحافة الوطنية. الصحافة الوطنية عندما نقول نحن نقصد المؤسسات الإعلامية سواء المرئية أو المسموعة أو المقروءة. كان أيضا ضمن هذه الفعاليات كما يعني تابعت أنت أيضا خلال هذه الجلسة فقرات فنية ومسرحية قصيرة تبرز أهمية الإعلام في المجتمع، وكذلك وحيوية الدور الذي يضالع به الصحفيون في هذا الصدد. إجمالا يعني هذا اليوم كان غنيا بالفعاليات وبالأنشطة، إلى جانب طبعا الكلمات التي ألقيت من قبل الكبار المسؤولين، بالإضافة إلى منح بطاقة الصحفي لمجموعة من منتسبي وسائل الإعلام سواء من الإذاعة أو التلفزيون أو من صحيفة القرن أو من صحيفة الأمة أو كذلك من وكالة الأنباء الجيبوتية. ويعني هذه المؤسسات الإعلامية التي تسهم في تعزيز الإعلام في جمهورية جيبوتي. نعم نعم أستاذ محمد، هناك طبعا عدة كلمات ألقيت خلال هذه المناسبة، ما الذي لفت انتباهك؟ يعني الكلمات التي ألقيت خلال هذا اليوم كانت يعني كلمات مهمة جدا، لفتت يعني الاهتمام الذي توليه الحكومة فيما يتعلق ب يعني توفير أو تهيئة الأجواء الملائمة للعاملين في هذا القطاع. نتذكر هنا الكلمة التي ألقاها بداية معالي رئيس الوزراء، وهو الذي رعى هذا الحفل. طبعا رئيس الجمهورية كان جاء في نهاية الفعالية، سنذكرها ربما في سؤال آخر، لكن رئيس الوزراء ألقى كلمة تطرق فيها يعني الأخلاقيات وشرف مهنة الصحافة. طبعا هذه المهنة تسمى مهنة المتاعب، والعاملون فيها يواجهون الكثير من المتاعب والصعوبات، خصوصا في الدول التي يعني تشهد صراعات أو أزمات يتعرض لها الصحفيون أحيانا للاعتداء وحتى أحيانا للاستهداف المباشر. فكثيرا ما نسمع أن صحفيا فلان أو المصور الفوتوغرافي أو مصور الفيديو لقي حتفه جراء تغطيته لفعالية في منطقة من المناطق، وهو يعني يمارس مهنته من أجل أن ينقل الحقائق والأخبار للجمهور. رئيس الوزراء شدد في كلمته على أهمية الدفاع عن حقوق الصحفيين، كما أيضا أكد على المسؤولية الملقاة على عاتق الصحفيين التي تتمثل في أن يعني يمتثلوا لقواعد وأخلاقيات مهنة الصحافة. أيضا نذكر في هذا المجال بالكلمة التي ألقاها معالي وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات كما ذكرنا السيد رضوان عبد الله بهدون، والذي نظمت دائرته الوزارية هذه الفعالية الكبيرة. هو أيضا تطرق وانتهز هذه الفرصة لاستعراض الجهود التي قامت بها دائرته الوزارية في سبيل يعني تحسين وضع الصحفيين منذ العام 2007 تقريبا، هو العام الذي تم اعتماد
القانون الجديد أو ما يسمى التشريع الخاص بوسائل الإعلام الجيبوتي. وأكد الوزير أيضا في كلمته على ضرورة التصدي لما يعني يسمى التحديات الكامنة في ظهور الشبكات الاجتماعية التي أحدثت ثورة في طريقة الاتصال ولها جوانب طبعا مضرة كما هو معروف. وقال الوزير يعني باختصار في كلمته إننا نحتفل اليوم لأول مرة في جمهورية جيبوتي في اليوم الوطني للصحافة، ذلك تحت شعار الإصلاح والتطور كما ذكرتم. وقال إن يعني هذه الفرصة تأتي إدراكا لأهمية وسائل الإعلام للديمقراطية وللحرية والتنمية والسلام والتعليم والأمن. لا ننسى أيضا ولا نغفل عن الكلمة التي ألقتها رئيسة اللجنة الوطنية للإعلام السيدة ألوفة أيضا، والتي تحدثت عن طبعا بطاقة الصحافة التي تم منحها لبعض الصحفيين كما ذكرنا كنماذج. هذه البطاقة مميزاتها وما تختلف به عن البطاقات الصحفية التي تصدر عن الجهات التي نعمل فيها سواء الإذاعة التلفزيون أو الصحافة بمختلف يعني أنواعها، الصحافة المكتوبة كما هو معروف. أيضا دعت إلى بذل المزيد من الجهد من أجل تعزيز يعني الدور الذي تلعبه الصحافة في النهوض بالبلد في مختلف المجالات. هذا ما يمكن أن نذكره باختصار فيما جاء طبعا في الكلمات التي استمع المشاهدون إلى بعضها خلال التقرير الذي قدمناه لهم في بداية هذه الحلقة. نعم طبعا في نهاية هذه الفعالية قام رئيس الجمهورية بزيارة تفقدية إلى المعارض المقامة في نعم كما يعني. كما ذكرت في ثنايا هذه هذا الحوار رئيس الجمهورية قام بزيارة وبجولة تفقدية للمعرض الذي أقيم في قصر الشعب على هامش الاحتفال باليوم العالمي للصحافة، وقام يعني بالاطلاع عن قرب على الصور الفوتوغرافية التي تتضمن أحداثا تاريخية قديمة جدا، وكذلك اطلع عن قرب على المعدات والأدوات التي تستخدمها وسائل الإعلام خصوصا تلك التي استخدمتها في الفترات السابقة. طبعا كما تعلم الأستاذ مجدي وسائل الإعلام تطورت بشكل كبير ليس فقط في المضمون وإنما أيضا فيما يتعلق بالمعدات وبالأدوات. فالأدوات التي كنا نستخدمها في الحقبة الماضية في الستينيات من القرن الماضي أو السبعينيات أو حتى الثمانينة والتسعينيات لم تعد صالحة للاستخدام في عصرنا الحاضر بفضل التطور السريع للتكنولوجيا الجديدة، فباتت الأجهزة يعني أقوى ويعني كما يقال أحدث بشكل كبير وأجود من حيث نقل الصوت أو وقت نقل الصورة. ولذلك ظهرت يعني كاميرات صغيرة الحجم لكنها فيما يتعلق بالجودة مرتفعة جدا بخلاف الكاميرات السابقة التي كان يستخدمها الصحفيون فيما مضى والتي كانت ثقيلة نوعا ما، ومع ذلك كانت الجودة متدنية لبعض الشيء. كذلك يعني فيما يتعلق بالصور الفوتوغرافية الكاميرات التي كانت تستخدم في المرات الماضية في بداية المشوار كانت صور يعني ملونة غير ملونة، ثم تطورت إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه من تقدم وتطور منقطع النظير في مختلف المجالات. نعم وفي نهاية هذه الحلقة نشكر الزميل الإعلامي محمد عبد الله عمر رئيس القسم العربي على تلبية دعوتنا لكم. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة وإلى اللقاء في حلقة قادمة.